أن الأحزاب ستحصل اليوم على 30% في البرلمان القادم؟ الواقع أنه الرقم أنه فقط 1% أردنيين لديهم الرغبة في الانضمام إلى الأحزاب، هذا يعني صاعقة. نحن نواجه أزمة بأننا أحزابنا غير قادرة على تجاوز العتبة على الأقل. يجب على الشباب والأحزاب ما يصغروا كتافهم وأن ينخرطوا انخراطا كاملا وجادا في العملية السياسية وفي محاولة لبناء عضوي للأحزاب. لا، احنا منتمين لبلدنا وننتمي بكل إخلاص لندافع عن قضايا شعبنا، وهذه المسألة مش خاضعة للنقاش. المحافظات ستخسر الكثير من تمثيلها السياسي في المرحلة القادمة نتيجة تاريخ الممارسة السياسية الحزبية في المحافظات. إذن في وقت يثبت فيه الحديث عن مرحلة انتقال سياسي وعمل حزبي انتخابي وفق قوانين مستحدثة وتلبية لمتطلبات مرحلة مختلفة عن سابقتها، يأتي الحديث عن الكيفية التي ستشهدها عملية الانتقال تلك. فكيف ومن أين ستبدأ؟ الجواب من الانتخاب، وهو نقطة الالتقاء التي تجمع الأطراف ذات العلاقة: حكومة، برلمان، ومؤسسات مجتمع مدني. ولأن الانتخاب أول الخطوات وباكورة التحديث، ساهم القانون الجديد بإيجاد متكئ يصبح بمثابة مرتكز الصعود من خلال تعديل أسس الاختيار وفق القوائم الحزبية محلية وعامة. هذا المتغير الجديد يتطلب البحث فيما سيعيشه الناخب لاحقا من تغيير، وهنا تطرح التساؤلات: هل سيختلف سلوك الناخبين مع تغير أسس الاختيار في قانون الانتخاب؟ هل ستغيب سطوة المال عن المشهد مستقبلا؟ هذا ما سيكون هنا في إطار الانتخاب. أما في الأحزاب فالحديث كبير وكثير. فجوة الثقة بينها وبين الأردنيين تزداد وتكبر. أرقام أظهرها استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، عناوينها: عدم اهتمام بالأحزاب، عدم قناعة بالأحزاب، فشل في ممارسة العمل السياسي. دراسة تدق ناقوس الخطر وتقرع الجرس. أهلا بكم في الوسط. تطرح العديد من التساؤلات عن تأثيرات قانون الانتخاب الجديد في تعديل وتغيير سلوك الناخبين، وهنا يأتي الحديث عن توظيف المال السياسي باتخاذ القرار، فقد تبينت ردود عدد من أبناء محافظة الطفيلة حول ذلك. فالبعض قال إن القانون الجديد سيحد من تأثير المال السياسي، فيما اعتبر آخرون أن تأثيره باق مع اختلاف في طريقة التوظيف. بالنسبة للمال السياسي بهذا القانون قد يحد من تغول المال السياسي في 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 الانتخابات القادمة، وذلك لنسبة 30% برامج سياسية بحتة للأحزاب السياسية، وفي قادم الأيام قد تزيد هذه النسبة المئوية وتحد من ضمن برامج أحزاب، وقد تكون عندنا حكومات برلمانية في قادم الأيام. قانون الانتخاب الجديد صراحة لا يحد من المال السياسي، لأنه احنا قانون القديم كان أنه الفردي يعني ينزل شخص ويشتري أصوات عادي. هسه في النهاية قانون الانتخاب الجديد اللي هو الأحزاب، أكيد فعليا الأحزاب راح تكون أقوى من الفرد، يعني شراء الأصوات راح يكون بشكل جماعي. بما أن أداء بعض النواب لم يكن على المستوى المطلوب والمرتبط بنظرة الناخبين إلى النائب باعتباره نائب خدمات وليس نائب يشرع ويراقب، من المهم خلال السنوات القادمة تقوية الأحزاب الوطنية ذات البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تكون واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ ضمن إطار المصلحة العليا للوطن والمواطن، والتي ستساهم بالتأكيد من الحد من المال السياسي في العملية الانتخابية. يعني مش بالضرورة هذا الموضوع يكون على أرض الواقع. فعليا عدد المقاعد اللي تقلصت في المحافظات لأنه نقصت عدد هاي المقاعد راح تزيد من المنافسة الكبيرة ما بين المرشحين، فلا بالعكس ممكن أنه تكون في زيادة للمال السياسي. أما شو إحنا وتوجهنا للقانون الانتخابي الجديد، هل الأردن قادر على خوض هاي التجربة؟ برأيي في ظل ضعف الأحزاب الموجودة حاليا على الساحة الأردنية ما زلنا بحاجة إلى مزيد من التمكين السياسي والتطوير.
أرحب مباشرة بالسيد عمرو النويسة المدير التنفيذي في مركز رصد، أهلا ومرحبا بك معنا سيد عمرو. وسأبدأ معك بالسؤال حول المؤثرات التي من الممكن أن تحدث تغييرا أساسيا في اختيارات الناخبين في المرحلة القادمة بناء على قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب أيضا. مساء الخير أستاذ عبدالله، كل عام الأردن شعبه وقيادته بألف خير مناسبة رمضان المبارك. الحقيقة أن المؤثرات الأساسية التي تلعب دورا أساسيا في اختيارات الناخبين هي عدة مؤثرات. من أهم هذه المؤثرات ممكن نتحدث يعني لضيق الوقت عن خمس مؤثرات رئيسية. المؤثر الأول هو النظام الانتخابي. النظام الانتخابي هناك علاقة حقيقة طردية بين حجم الدائرة الانتخابية ومؤثر السلوك الانتخابي والتصويت للناخبين. كلما قلت وصغرت حجم الدائرة الانتخابية كلما كانت اختيارات الناخبين مبنية على القربة، مبنية على الديمغرافيا، مبنية على المناطقية، مبنية على الجغرافيا، فهذه نقطة غاية في الأهمية. عدد الأصوات الممنوحة أيضا للناخبين، كلما قل عدد الأصوات الممنوحة للناخبين يتأثر الناخب الأردني، وهذا في كل دول العالم وليس على مستوى الأردن فحسب. الديمقراطيات الناشئة عدد الأصوات تؤثر في سلوك الناخب، فسلوك الناخب إذا كان له صوتا واحدا الحقيقة يذهب بهذا الصوت إلى قريبه أو ابن عشيرته أو ابن منطقته أو ابن جغرافيته، فبالتالي هذا يؤثر، وهذا ما عولج في القانون الجديد. أيضا شكل النظام الانتخابي، وهنا أتحدث عن إذا كان قائمة نسبية مفتوحة أو مغلقة، إذا كان نظام أغلبي، إذا كان صوت واحد، هذه عوامل في النظام الانتخابي تؤثر على السلوك. أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية أو مؤثر آخر هو النزاهة والحرية الانتخابية. كلما ضعفت حرية الناخب الأردني في اتخاذ قراره وسلوكه التصويتي كلما عدنا خطوة إلى الوراء، وبالتالي الاختيار والأساس المبني على الاختيار يبقى منحصرا ما بين ابن عشيرته، ابن إجماع منطقته، ابن إجماع ديمغرافيته، ابن المنطقة الموجود فيها. النقطة الأخرى أن ضمانات النزاهة في هذا الإطار، أنا كمواطن أردني إذا كان لدي ضمانات نزاهة عالية من الدقة والحرفية والنوعية ومنسجمة مع الممارسات الفضلى، أذهب وأنتخب وأنا مطمئن بأن صوتي لن يذهب هدرا، فبالتالي صوتي الموجود داخل صندوق الاقتراع سيفرز لي النائب أو الممثل الذي أنا سأقوم باختياره. المؤثر الثالث أستاذ عبد الله هو الخوف من عدم الحصول على خدمات أو مكاسب. بمعنى أنني في العقد الأخير من الزمن أصبح هناك نسبة عالية من البطالة، نسبة عالية من الفقر. الناس اليوم يتوجهون للشخص الذي يمتلك المال، الذي يمتلك إرثا سياسيا ومنصبا حكوميا رفيع المستوى، ينتخبونه حتى يحصلون على خدمات ومكتسبات من هذا الشخص بعد وصوله إلى مجلس النواب. فبالتالي هذا المؤثر حقيقة ساهم في تغيير سلوك الناخبين. لم يكن الاختيار بناء على برنامج سياسي أو خطاب سياسي، الاختيار بناء على المكتسب الذي سأكتسبه أنا كناخب أردني. النقطة الرابعة وهي الحفاظ على الزعامة السياسية والتمثيل السياسي. العديد من التجمعات سواء تجمعات عشائرية، تجمعات ديمغرافية، تجمعات جغرافية تتخوف، لديها تخوف حقيقي، وهذا كان ما بعد مخرجات اللجنة الملكية واضح حقيقة أن هناك العديد يتخوفون على ذهاب هذا المكتسب المتعلق بالزعامة السياسية المتعلق بالتمثيل السياسي. أنا أريد ابن منطقتي أن يكون داخل مجلس النواب، أنا أريد ابن عشيرتي أن يكون داخل مجلس النواب، فهذا التخوف أيضا يعيدنا إلى الدائرة الأولى وهي كيفية اختيار النائب أو المرشح الذي سأقوم باختياره. آخر نقطة حقيقة وأنا يعني أريد أن أوضح نقطة في غاية الأهمية، المال السياسي ينقسم إلى نوعان. المال السياسي هو المال السياسي المشروع والمال السياسي غير المشروع. المال السياسي المشروع وهو ما تحدث به الشباب مشكورين من محافظة الطفيلة بنوجههم التحية، المال السياسي المشروع هو مشروع بالقانون ومقونا ولا ضير في استخدامه من خلال الإنفاق على الحملات الانتخابية، ولكن في السابق كان لدينا ضعف حقيقة في العدالة الانتخابية الممارسة على المال السياسي وعلى الإنفاق والانتخابات.
نرى أن دائرة مثل الزرقاء الأولى سابقا كان سقف الإنفاق فيها 2 مليون ونصف دينار، بينما بعض المحافظات وكان سقف الإنفاق فيها لا يتجاوز أكثر من 300,000 دينار. وأيضا القدرة المالية للمرشح نفسه في ذات الدائرة الانتخابية يعتبر يعني مؤشرا ومؤثرا فاعلا في آلية الوصول للناخبين. النقطة الأخرى والجزء الآخر من المال السياسي وهو المال السياسي غير المشروع. طيب دعني أتوقف معك هنا قبل أن ننتقل إلى المال السياسي الأسود، وإن كان سيغيب في المشهد القادم أم سيبقى بتوظيف آخر كما تحدث بعض الشباب. الآن إذا أردنا أن نأخذ هذه المؤثرات التي ذكرتها كل على حدة وتأثيره في مسألة سلوك الناخبين، من الواضح بأن المنفعة المتبادلة واضحة ما بين المرشح والناخب في أي دائرة انتخابية، ولكن الآن نحن نتحدث عن دخول الأحزاب بقوة ومع وضع الفوارق ما بين أطراف المحافظات والزعامات التي تتحدث عنها والعشائرية مقابل أيضا إيجاد حياة حزبية حتى في الأطراف، يعني الضعف واضح ما بين الأطراف وما بين مراكز المحافظات، وتحديدا دعنا نتحدث عن العاصمة عمان. في بعض دوائرها لا توجد مشاركة سياسية في الانتخابات بشكل كبير، وهناك فئة محددة لديها عزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات حتى في انتخابات سابقة. الآن هذا القانون كيف سيؤثر على هذه الفئة بإدخالها بقوة في المرحلة القادمة في عملية المشاركة وتغيير سلوكها من العزوف إلى الإقبال على الأقل بمشاركة إيجابية فقط تصويت؟ المشاركة الإيجابية والمشاركة الفاعلة الصحيحة المبنية على أسس برامجية، هذه عالجها القانون بنسبة 30% بأن منح للدائرة العامة نسبة 30% من مجمل مقاعد مجلس النواب. هنا سلوك الناخبين أستاذ عبد الله، لاحظ أن بالصوتين أو بالصوتان يختلف سلوك الناخب. الصوت الأول يمنح للقريب أو ابن المنطقة أو ابن الجغرافيا أو ابن العشيرة. السلوك الآخر للصوت الثاني يمنح للبرنامج الأفضل، يمنح للحزب الأفضل. فبالتالي أنت التغيير الكامل الذي نود أن نصل إليه لا يمكن بين ليلة وضحاها، ولا يمكن من الدورة الأولى الانتخابية. نحن نتحدث عن تدرج لمدة 3 دورات في هذا القانون، فبالتالي نعتقد أن هناك التدرج سيكون لا أريد أن أقول عنه بطيئا، ولكنه يتسارع بحسب الفائدة المرجوة أو المكتسبات المرجوة من هذا القانون والوصول إلى حكومات برلمانية منتخبة. النقطة التي أثرتها وهي نقطة في غاية الأهمية، التباين المتواجد ما بين المحافظات والعاصمة عمان خصوصا في نسب المشاركة. نسب المشاركة هذه يجب أن يتم الوقوف خصوصا في عمان وإربد والزرقاء. هذه النسب الضئيلة والضعيفة والتي لا تبشر بخيرا على المستوى السياسي على مستوى هذه الثلاثه المحافظات، يجب البحث عنها، يجب البحث عن سبب العزوف في هذه المناطق. هل ان المرشحين غير كفؤين؟ لا اعتقد ذلك. هل لاننا نجد ان لا يوجد برامج انتخابيه؟ هذه جزء من المشكله. ولكن اليوم عندما المواطن يمنح صوتا في تلك الدوائر وغيرها من كافه دوائر المملكه، اعتقد سيكون هناك مشجع ومحفز اخر للمشاركة الإيجابية. لا نتوقع أن تصل عمان إلى 50%، ولكن نعتقد أن يكون هناك عدد أكبر. النقطة التي أود أن أشير إليها أستاذ عبد الله وهي الكتلة الانتخابية الفاعلة خصوصا في تلك المحافظات. أغلب مغتربين الأردن يقطنون في محافظة العاصمة والزرقاء، فبالتالي هؤلاء المغتربين ليس لديهم القدرة على الوصول إلى صناديق الاقتراع. فيوم الانتخابات عندما نتحدث أن نسبة الاقتراع 29.6 من مجمل الناخبين، نحن نتحدث حقيقة عن 4.6 مليون، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن كتلة انتخابية فاعلة فنحن نتحدث عن 3.3 مليون الذين لديهم القدرة على الوصول إلى مراكز الاقتراع. هؤلاء المغتربين يقطنون في عمان. إذا اعتبرنا أن 1.7 مليون ناخب متواجدين في عمان، نحن نتحدث بالحد الأدنى عن 500,000 أو 400,000 ناخب في عمان هم متواجدين خارج البلاد، هم لا يستطيعون الوصول إلى صناديق الاقتراع، ليس لديهم الحق في هذه اللحظة بممارسة
حقهم في الانتخاب، فأعتقد العدد الكلي لمن يستطيع ممارسة حقه في الانتخاب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار خلال المرات القادمة. حتى نحن كمؤسسات مجتمع مدني وإعلام وهيئة مستقلة وحكومة يجب أن نشير إلى هذه النقطة بطريقة صحيحة. هذا يشير إلى ربما إيجابية ووجوب تعديل سجلات الناخبين في مرحلة قادمة والعمل عليها بشكل أكبر لتحقيق زيادة في نسبة الاقتراع والوصول إلى النسبة الحقيقية من العدد الذي يحق له الاقتراع. ابقى معي سيد عمر، نستمع إلى عدد من آراء للشباب الذين تفاعلوا معنا على سؤال الحلقة: هل سيحسن قانون الانتخاب الجديد من سلوك الناخبين؟ ومن ثم نعود للحوار. نعم، قانون الانتخاب سيحسن من السلوك التصويتي للناخبين، وأعتقد سيقوم الكثير من الناخبين بالتصويت بناء على البرامج التي تطرحها الكتل والقوائم التي تنوي الترشح، وباعتقادي يفتح الفرصة لترشح عدد أكبر من السيدات ومن الشباب أمثالي حتى يكونوا في مجلس النواب القادم. يعني حتى هذا اليوم الناس لم تغير فكرتهم حول الانتخابات بأنه هو مكان للتشريع ومكان لإصدار أو ترسيم القوانين على الإطلاق، إنما أنا أريد مصلحة معينة، أريد اعتزاز معين إما بقبيلي وإما بقرية. فآليات اتخاذ القرار وطريقة التفكير بالانتخابات ستستمر كما هي، لأن هذا القانون لم يسر معه بالتوازي على نفس الخط، خط توعي وخط لرفع الوعي بأهمية هذا القانون. فأنا بتخيل مع التغييرات اللي صارت الناخب بده يصير يفكر بطريقة طويلة الأمد وليست قصيرة الأمد. يعني أنا اليوم 50 دينار رح تفيدني لأسبوع، لأسبوعين، شهر، ولكن عندما أنتخب شخص يمثلني فكرياً ولديه برامج وخصوصاً برامج اقتصادية، مش بس أنا رح أستفيد، أولادي رح يستفيدوا وأحفادي كمان رح يستفيدوا. للمستقبل ممكن نستغني عن الكوتات اللي حالياً نحن مضطرين لها لنمثل المجتمع، بأنه يوصل المواطن لمجلس النواب عن طريق الحزب اللي هو تمثيل طبيعي للمجتمع بدون الحاجة للكوتات أو التدخل الخارجي. إذن استمعنا إلى عدد من إجابات لعدد من الشباب حول سؤال الحلقة: هل سيحسن قانون الانتخاب الجديد من سلوك الناخبين في المرحلة القادمة؟ سيد عمر، استمعت إلى هذه الأجوبة، ومن هذه الأجوبة نستطيع أن نستخرج أسئلة أيضا لطرحها الشباب. مسألة التوعية التي كان من الواجب وجودها بالتزامن مع إقرار قانون الانتخاب والأحزاب هي غائبة، والآن نتحدث لربما عن نقطة جديدة لمرحلة توعية لهذه القوانين وأهميتها. بالتالي أيضا المال السياسي الذي كنت تتحدث عنه، هل سيغيب عن المشهد أم سيتم توظيفه بشكل أو بآخر في مرحلة قادمة؟ إجابة على الشطر الأول من السؤال اللي هي فكرة التوعية. الحقيقة أن لا يمكن لأي برنامج أو منظومة سياسية أن تنجح إذا ما كان متلازم لها برنامج توعية حقيقي. برنامج التوعية الحقيقي الذي أقصده لا يقتصر فقط على الإعلام، بل مؤسسات مجتمع مدني، حكومة، هيئة مستقلة، منظومة تعليمية، مدارس، جامعات. إذا ما أردنا أن نصل إلى مبتغانا الحقيقي والهدف المنشود في مسيرة الإصلاح الأردنية السياسية، فإننا يجب أن نتكاتف مع بعضنا البعض في مسألة التوعية. اليوم حتى في حديث بعض الشباب نعتقد أن هناك ما زال بعض اللبس وفي المفاهيم الموجودة والمرتبطة بالانتخابات وآلية النظام الانتخابي والقائمة الحزبية والمال السياسي. هذا اللبس يجب أن يذهب من عند الشباب ومن عند الأردنيين كاملة من خلال عملية توعية حقيقية. هذه العملية التوعية لا نكتفي بالظهور من وراء الشاشات، بل وصول إلى المواطنين في الأطراف، في المحافظات، في العاصمة عمان، في الزرقاء، لشرح هذا القانون بطريقة أفضل. النقطة الأخرى التي تحدثت عنها فيما يخص المال الفاسد والمال السياسي، اليوم نحن نتحدث عن تعديلات مهمة أجرتها اللجنة الملكية وأقرها مجلس النواب ومجلس الأمة الأردني المرتبط بآليات استعمال المال السياسي. اليوم نحن نتحدث عن، بالتأكيد المال السياسي سيبقى موجودا خصوصا المشرع منه أو المشروع منه، أما غير المشروع أنا أعتقد أنه سيحد نوعا ما الإجراءات التي ذكرت في هذا القانون، لا سيما أننا اليوم نتحدث عن تغليظ للعقوبات في قانون الانتخاب الجديد.
نتحدث عن حرمان من الترشح، وهذا لأول مرة على مستوى تاريخ الدولة الأردنية أن من يثبت عليه شراء الأصوات واستخدام المال الفاسد سيحرم من الترشح لدورة أو لدورتان. فبالتالي هذه العقوبات متلازمة اليوم مع وقت زمني لإقرار أو إصدار الأحكام المرتبطة بهذه القضايا. العديد أستاذ عبد الله من القضايا والممارسات السابقة للأسف القضايا لم يصدر بها أحكام قطعية، فبالتالي البعض يقول ما هو فلان بيشتري وفلان بيشتري، هاي ما صار عليهم إشي وصار منهم بعضهم نواب. إذا ما نستذكر المجلس 17 ناس انسجنوا خلال فترة الانتخابات وصاروا نواب وكملوا مسيرتهم. فبالتالي اليوم إحنا قانون الانتخاب أورد مادة في قانون الانتخاب بأنه خلال 30 يوم يكون في إصدار نهائي للحكم، فهذه أيضا تزيد من فكرة أنه من يتلاعب بحرية الناخبين، من يتلاعب بضمائر الناس، من يشتري الأصوات بشكل فاسد سيتم مجابهته من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب والمنظومة القضاء الأردني. فهي نقطة في غاية الأهمية، ولكن بالمجمل نعم سيحد هذا القانون من استعمال المال الفاسد، ولكن المال المشروع سيكون له تعليمات مرتبطة بفكرة سقف الإنفاق، آلية الإنفاق للقائمة الحزبية، آلية الإنفاق للقائمة المحلية، وهذا جزء جدا مهم في القانون. بحديثنا عن قانون الانتخاب لا يمكن أن نفصل قانون الأحزاب والتعديلات التي حدثت عليه وأثرها ومساهمتها في تعديل سلوكيات الناخبين. باختصار سيد عمرو، هل تعتقد بأن قانون الأحزاب بتعديلاته الجديدة سيدفع الأحزاب إلى زيادة نسبة المشاركة أو تغيير سلوك الناخبين في المشاركة في الانتخابات القادمة؟ تحديدا دعنا نتحدث عن مراكز الأساسية كما ذكرت، العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، هذه العواصم. البعض يتحدث بأن سلوك الناخبين يتحدد بناء على محددات كثيرة، منها نشأة الشخص في العائلة فيتبع عائلته إلى أين ممكن أن تذهب، اتجاهات دينية، اتجاهات حزبية، إلى غيره من الاتجاهات التي تحدد سلوك الناخب. ولكن الآن قانون الأحزاب هل سيؤثر فعليا على المشاركة وعلى سلوك الناخبين في المرحلة القادمة؟ يعني بداية أنا لا أحبذ فكرة اختزال المشهد الحزبي في العاصمة عمان والزرقاء وإربد، بل بكافة المحافظات. المحافظات الأردنية غنية ولها باع طويل في العمل الحزبي، رغم أننا اليوم للأسف نشهد ضعفا في الأحزاب السياسية الأردنية الموجودة على الساحة الأردنية، ولكن هناك العديد من المحددات والمسببات. اليوم الحزب الذي لا يريد أن يصل إلى مجلس النواب لا نريد نحن كأردنيين أن يكون موجودا بيننا. لماذا ولماذا فلسفة الأحزاب؟ لماذا وجود الأحزاب؟ لماذا نريد أن يكون لدينا أحزابا؟ حتى هذه الأحزاب أن تقدم برامجا سياسية تنموية اقتصادية اجتماعية تلائم وتنسجم مع تطلعات الأردنيين حتى تصل إلى مجلس النواب وتنفذ هذه البرامج. الحزب اليوم الذي لا يريد أن يأتلف، الذي لا يريد أن يندمج، الذي لا يريد أن يستقطب الشباب والمرأة، الحزب الذي لا يريد أن يطور من مكنة العمل لديه، هو حزب لا يريده الأردنيين بكل تجرد حقيقة. لأننا اليوم إذا ما أضعنا، لا يوجد لدينا رفاهية في الوقت أستاذ عبد الله، إذا ما أردنا فعليا أن نصل إلى طريق حزبي حقيقي، حكومات برلمانية منتخبة، الأحزاب الحالية والأحزاب الناشئة، واليوم لدينا حراك جيد من الأحزاب الناشئة، يجب أن يتم نشره جغرافيا على مستوى الشباب، على مستوى المرأة، وعلى مستوى كافة المحافظات. القانون الأحزاب الجديد، مشكورة لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية، قدمت حقيقة إيجابيات كثيرة في هذا القانون، ويعني أهم إيجابية أنا بعتقد اللي هي عدم التعرض للأحزاب سواء داخل الجامعات أو غيرها. نعم. وهذا أيضا يضع كما ذكرت جميع الجهات المسؤولة في موقع المسؤولية عن إنجاح هذا المشروع والتوعية بشكل واضح وصريح خلال المرحلة القادمة في هذه القوانين وتأثيرها. أشكرك على هذه المشاركة وعلى كل هذه التفاصيل السيد عمر النويسة المدير التنفيذي في مركز راصد، شكرا لك. الوسط مستمر ونتابع بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية أن غالبية الأردنيين وتحديدا 88% يرون أن الأحزاب السياسية كانت فاشلة في ممارسة العمل السياسي، مقابل 12% فقط يرون أنها كانت ناجحة. وبلغت نسبة من يفكرون بالانضمام لواحد من الأحزاب 1% فقط، حيث جاءت أسباب عدم الانضمام إلى الأحزاب بسبب عدم الاهتمام فيها بنسبة 46% و 26% لعدم القناعة بالأحزاب القائمة. أما سبب عدم وجود أحزاب تمثل المواطنين فأخذ نسبة 15%. هذا يعني صاعقة، هذا خبر سيء جدا لكل مهتم بالأمر العام والحياة العامة والحياة الحزبية في الدولة الأردنية. الدولة الأردنية صرفت طاقات جبارة وهائلة من أجل إنضاج فكرة الإصلاح السياسي التي تتمحور حول تشكيل الأحزاب السياسية، والواقع أنه الرقم أنه فقط 1% الأردنيين لديهم الرغبة في الانضمام إلى الأحزاب يحتاج إلى التوقف. وأهم قضية راهنة هي قضية الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية سميناها في الاستطلاع وهم كبير، هنالك وهم عند بعض المسؤولين بأنه هنالك في حراك حزبي وفي التجاوب مع الحراكات الحزبية 1% لا فقط في الأردنيين يرغبون بالانضمام. وعندما سألناهم لماذا لا يرغب الأردنيون، يعني ليش ما بدك تفوت الأحزاب، كانت النتيجة أيضا مذهلة، أنه تقريبا نصف الأردنيين ما بده يكون جزء من العمل الحزبي لأنه غير مهتم بالعمل الحزبي ولا بالعمل السياسي، وربعهم تقريبا غير مقتنع بالأحزاب القائمة أو بأفكارها، ولا يجد في داخل الساحل الأردني أي اتجاه فكري يمثله. أرحب بضيفي في هذا الجزء من هذه الحلقة بالسيد عدنان السواعير عضو اللجنة الملكية، وأرحب أيضا بالسيد جميل النمري أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين مع حفظ الألقاب. وأبدأ معك سيد عدنان، كما ذكر دكتور زيد عيادات صاعقة هذه الأرقام التي أخرجها استطلاع الرأي، نتحدث عن 88% بأن الأحزاب كانت فاشلة في ممارسة العمل السياسي. هل برأيك القانون الجديد، قانون الانتخاب والأحزاب، سيغير من هذه الأرقام، وكيف سيغير في المرحلة القادمة؟ سيدي أسعد الله مساءك ومساء الخير أيضا للزميل جميل النمري، وأسعد الله مساء جميع المشاهدين الكرام. يعني حقيقة أنت ونعلم جيدا أنه قانون الأحزاب دخل حيز التنفيذ أو نشر بالجريدة الرسمية هو يوم أمس، وبالتالي سيكون حيز التنفيذ بعد شهر من يوم أمس، يعني من تاريخ 14/5 القادم إن شاء الله. هلا القانون الجديد والاستطلاعات التي نشرت، أنا بالنسبة لي يعني إذا لمرة أخرى أثبتت عدم شغف الأردنيين بالأحزاب، وهذا شيء ناتج عن فترة عمل الأحزاب في الفترة السابقة. نعلم جيدا، وأنا لا ألقي اللوم حقيقة على الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية والموجودة من 30 عاما، نعلم أنه باستثناء حزب واحد وباستثناء إذا فتحنا قوسين انتخابات 2010 اللي كانت على أساس قوائم وطنية ودخلت بعض الأحزاب البرلمان، في 30 عام لم تستطع الأحزاب إيصال أي نائب للبرلمان. وهذا لا، أنا بهذه الطريقة لا ألقي اللوم على الأحزاب نفسها، فيعني واضح أنه أول شيء التشريعات اللي كانت موجودة، التضييقات التي كانت موجودة، الهاجس الأمني، آلية تمويل الأحزاب أدت جميعها إلى هذا النتيجة. فبالنسبة لي 88 ليس بالشيء الجديد ومش قصة يعني بالنهاية، لأنه هذا يحكم على فترة سابقة. القانون الجديد بالتأكيد ينتقل بنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة أنه الأحزاب مجبورة، حتى اسمح لي أن أحكي بها الطريقة هاي، أنها تكون متواجدة على جميع أنحاء الوطن. مفهوم الحزب الجديد حاليا بالقانون الجديد قانون الأحزاب، الأحزاب عليها أن تشارك عادة أن تكون موجودة على الأقل بست محافظات وفي 9 دوائر انتخابية على الأقل، أيضا أن تشارك بشتى أنواع الانتخابات، وهذا يعني أن الأحزاب مستقبلا ستشارك بالانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات وأيضا بانتخابات النيابية. وهذا أيضا سبب آخر لكي أن تكون الأحزاب موجودة بجميع أنحاء الوطن، وأن تعمل على استقطاب
المواطنين كي يكونوا منضمين للأحزاب، لأن الأحزاب ستكون برامجية على كافة المستويات. أحزاب ستقدم برامج على مستوى البلدية، على مستوى المحافظة، وعلى مستوى الوطن. وأحزاب يجب أن تكون في عدد المؤسسين 1000 ومن 6 محافظات على الأقل. أحزاب يجب أن يكون بها 20% من الشباب، 20% من المرأة. فلكل هاي الأسباب تجعل إنه الأحزاب تنتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة يكون بها المشاركة وبصنع القرار، وبالتالي مشاركة المواطنين أسهل وأقوى مما كانت عليه سابقا. وآلية التمويل اختلفت عما كانت عليه سابقا. سنأتي إلى النقاش حول هذه الجزئية تحديدا وعلى من تقع عاتق المسؤولية. ذكرت بأن التشريعات والقبضة الأمنية وغيرها من الأسباب كانت تدعو الأحزاب إلى الابتعاد عن هذا العمل السياسي والقرب من الشارع بشكل أكبر. سيد جميل، نتحدث عن 1%، أي ما يعني بأن 99% من الأردنيين لا يفكرون بالانضمام إلى الأحزاب. هذه الفجوة الموجودة ما بين الشارع وما بين الأحزاب، والسيد عدنان يتحدث بأنه المسؤولية لا تقع على الأحزاب في المرحلة السابقة. الآن مهمة جديدة للأحزاب، هل ستستطيع برأيك بناء على القانون الجديد كسر الجمود الواضح وتخطي هذه العقبة والوصول إلى المواطنين؟ نعم، بالتأكيد سوف تتمكن من كسر الجمود وفتح نافذة في هذا الجدار الذي يبدو أصما في وجه الأحزاب. ولكن أريد أن أذكر بأن نسبة 1% يرغبون بالانضمام للأحزاب ليست قليلة جدا كما يبدو لأول وهلة. في الدول المتقدمة حيث الأحزاب تعمل منذ 100 عام وممثلة في البرلمان، نسبة المنتسبين إلى الأحزاب السياسية لا تزيد عن ذلك كثيرا. في بعض الدول عندما تكون النسبة عالية تصل إلى 2%، لأن الجمهور العادي يعني غير معني بالانتساب لحزب، لأنه في شغله في مجال عمله هو معني بأنه ينتخب هذا الحزب أو ذاك. أما عضوية الحزب فهي للنشطاء السياسيين، يعني للمنخرطين في العمل العام بصورة مباشرة. هذا ناهيك عن أنه أصلا التوجه للعمل العام في الأردن أو المشاركة في العمل العام أو التضحية بالوقت والجهد من أجل قضية عامة، أكان من خلال جمعية، أكان من خلال مؤسسة تطوعية إلى آخره، ضعيف عندنا في الأردن، يجب أن نعترف هذا ضمن الثقافة الاجتماعية السلبية في البلد. ولو عملت استطلاع وشفت قديش نسبة الأردنيين المنتسبين إلى منظمات أهلية وجمعيات ومؤسسات عاملة في الحق العام غير الجمعيات العائلية، فالنسبة أيضا متدنية. طيب كيف إذا كان هناك نسبة 1% الآن؟ نعم، اسمح لي بالمقاطعة هنا، ولكن كيف يمكن النظر إلى نسبة 88% يرون بأن الأحزاب كانت فاشلة في ممارسة العمل السياسي؟ وإذا أردنا الحديث عن 1% بأنها ليست قليلة، كيف يمكن لهذه الفئة 1% ممن ينخرطون ويمارسون العمل السياسي في الأحزاب أن يؤثروا على النسبة الباقية في الذهاب إلى التصويت لهذا الحزب أو ذلك الحزب؟ هي أصلا لم تمارس دورا لتكون فاشلة أو ناجحة. الأحزاب لا تشارك في الحكومات ولا تشكل الحكومات حتى نحكم عليها أنها كانت فاشلة أو ناجحة. الأحزاب كانت موجودة على هامش الحياة العامة. نحن الحياة السياسية في الأردن كانت تقريبا معدومة، الحياة السياسية الحزبية، لأن الحياة السياسية الحزبية تعني أن تمثيل الناس للهيئات التمثيلية، البرلمان، المجالس، المحافظات، مجالس البلديات، يتم من خلال الأحزاب. والأحزاب وفق منطق الأقلية والأغلبية هي التي تشكل الحكومات، ثم تظهر فشلا أو نجاحا في الأداء. هذا كله لم يكن متاحا للأحزاب. طريقة آلية تشكيل الحكومات، طريقة الانتخاب عنا، كلها كانت مبنية على أساس فردي. وهذا هو موضوع التحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك وأنجزته اللجنة الملكية، وأنا وأخوي المهندس عدنان كنا أعضاء فيها. أردنا وضع خارطة طريق لتطوير الحياة السياسية الحزبية من أجل أن يصبح التمثيل السياسي للجمهور من خلال الأحزاب
ضمن خطة متدرجة، وفي النهاية أيضا تشكيل الحكومات. عندما يبدأ هذا العمل وينخرط الجمهور فيه ويصير الجمهور أو الناخب يذهب إلى صندوق الاقتراع ليختار حزبا وليس شخصا، كيف يمكن التأثير؟ نعمل استطلاع ثاني ونشوف الوضع. كيف يمكن التأثير أن نصل إلى هذه النقطة وهذه الدرجة تحديدا؟ أن نصل إلى أنه المواطن يذهب إلى اختيار حزب، اختيار حزبي ومبني على برامجي وليس شخص. هذا التغيير يحدث بفعل القانون، لأنه قانون الانتخاب جعل الانتخاب بنسبة 30% من مقاعد المجلس على أساس حزبي وليس شخصي. يعني المواطن بكرة لما يروح على صندوق الاقتراع راح يلاقي عليه قدامه ورقتين، واحدة عليها أسماء قوائم بأسماء أشخاص للتمثيل المحلي الدوائر المحلية، وقائمة عليها فقط أسماء أحزاب، وبده يختار اسم أحد الأحزاب التي تمثله. وبالتالي قبل ما يروح على الصندوق هو بده يفكر ويسأل أنه بده يروح ينتخب حزب، فبده يشوف الأحزاب شو برامجها، بده يطلع على القارمات على الشوارع ويسأل عن الأحزاب، راح الأحزاب تعمل دعاية انتخابية، راح تعرض برامجها، راح يصير حوارات تلفزيونية بين ممثلي الأحزاب. يعني يحدث انتعاش للحياة السياسية ويلفت نظر الجمهور للأحزاب، بصير الجمهور يسأل من هو هذا الحزب ومن هو ذاك وما هو برنامجه. ربما هذه العملية من أول مرة ما تحقق النجاح المنشود، ولكن نكون قد وضعنا القدم في الركاب، نكون قد بدأنا الانطلاق نحو حياة حزبية سياسية متطورة. نعم سيد عدنان، إلى أي مدى يمكن الحديث عن إيجاد تقارب فكري، تحديدا بأن الدراسة تتحدث بأن 74% من الأردنيين يشعرون بعدم القرب الفكري لأي من الاتجاهات والتيارات السياسية؟ هل الأحزاب الموجودة قادرة على إيجاد تقارب فكري ما بينها بمختلف التوجهات والتيارات ومختلف المعتقدات، أن تصل إلى الشارع وبالتحديد كما ذكر السيد جميل أن تدفع المواطن إلى الذهاب والسؤال عن هذا الحزب أو ذلك الحزب للتصويت له في الانتخابات القادمة؟ سيدي، إذا أنت تتكلم عن الأحزاب القائمة لغاية هذا اليوم، بالتأكيد المواطنين معهم حق، سواء بال 88% أو بال 74% اللي ما فيش أي تقارب فكري أو سياسي. يعني إحنا وكما يعني سمعت من زميلي جميل واتفق معه في هذه النقطة، إنه الأحزاب لم تمارس يعني الحياة الحزبية الفعلية في الفترة السابقة، يعني من 30 عام لليوم إذا استثنينا أحد الأحزاب الموجودة على الساحة وبقوة، باقي الأحزاب لم تستطع ممارسة، والأسباب اللي أوردتها في مداخلتي السابقة. شيء آخر يعني وكمان بتفق مع الأخ جميل، إنه إذا إحنا بنتكلم عن 1%، بالنسبة إلي شيء عادي جدا وليست قصة أيضا هذه، لأنه إذا بتسمح لي بإني أورد هذا المثال في دولة عشت فيها لفترة طويلة وحاش فيها الأخ جميل والتقينا هناك، اللي هي إيطاليا بسبب الدراسة. يعني إيطاليا من 80 سنة وهي تمارس العملية الحزبية. بآخر انتخابات بإيطاليا صوت 74% من الناخبين، يعني 33 مليون ناخب. الحزب اللي حصل على المرتبة الأولى جاب 6 ملايين صوت وحاز على 32% من مقاعد البرلمان. هذا الحزب مسجل في 196 ألف منتسب ولكن حصل على 6 ملايين صوت. وجميع المنتسبين في إيطاليا للأحزاب 750 ألف وهم يشكلون 1.2%. يعني بلد فيها من 80 سنة الحياة الحزبية والمنتسبين للأحزاب هم فقط 1.2%، وإحنا عمره ما صارت حياة حزبية فعلية من ولكنها الأحزاب هم 35 ألف. ولكنها يعني أحزاب تحمل برامج سيد عدنان، هم نصف 1% عنا. يعني بغض النظر عن الأعداد لديها برامج. إحنا طبعاً طبعاً طبعاً، حتى الحركات الشعبوية يعني اللي حالياً موجودة في أوروبا هي يتم انتخابها على أسس برامجية، وهذا ما سيحدث في الانتخابات القادمة عندما نتكلم عن القائمة الوطنية. ما الفرق بين الحزب ألف والحزب باء اللي مقدم 41 اسم من الحزب و41 اسم على الأكثر في حزب آخر وهكذا هكذا القوائم؟ لماذا سأصوت على الحزب ألف أو على الحزب باء؟
سأصوت له بهذه الطريقة، وإحنا نريد أن نعود ناخبينا اعتمادا على البرامج. فإحنا يعني عارفين إنه الوضع الحالي إحنا يعني من 89 لليوم، ولا ما كانت في يعني سبب لتغيير القواعد والأسس التي تبنى عليها الأحزاب؟ لو كانت القواعد والأسس هي أسس سليمة لما كان حاجة لتأسيس اللجنة الملكية وتحديث قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية. إذن إحنا على يقين وعلى معرفين، وصاحب القرار على يقين أيضا في الأردن، إنه إحنا وصلنا باعتقادي للفرصة الأخيرة لتغيير الوضع القائم في الأردن. أنت بتعرف إنه إحنا عندنا من 89 لليوم نسبة الانتخاب يعني المقترعين في تضاؤل مستمر، لما وصلنا لآخر مرة 29%. إنه دائما إحنا نبحث عن نطالب المواطنين على يطالبون بحل مجالس النواب لأنها لا تمثلهم. هذا طبعا كان لابد من أن ينتهي هذا الوضع، ونكون في أول شيء إنه تكون في عنا كتل بالبرلمان، كتل برامجية وكتل حزبية ملك للحزب وليست كتل هلامية كما هو موجود اليوم. وبالتالي أيضا إذا شفنا إنه الحكومات، تغيير الحكومات المستمر ويعني وتغيير الوزراء دون معرفة السبب، أنا باعتقادي أننا ننتقل إلى مرحلة مبنية على البرامج، وتكون هي الأحزاب الرافعة الرئيسية للعملية السياسية في الأردن. وسواء في مجلس النواب، وبالتالي هذه الكتل البرامجية والحزبية التي ستختار، التي ستكون الأغلبية داخل مجلس النواب وستكون الأغلبية لتشكيل الحكومات أو المشاركة بها، هي مبنية على أسس برامجية. وهذا معي. هو كنا ما نبحث عنه. الانتقال إلى ابقى معي سيد يعني عدنان، نستمع الى الدول الحضاريه والديمقراطيه. نعم ابقى معي، سنستمع الى اراء الى عدد من الشباب حول القوانين الجديده ومدى تاثير سلوك الناخبين، ونكمل الحوار. الديمقراطية لا تنضج إلا بالممارسة، وهي عملية تراكمية. عندما نؤمن جميعا بأنه التغيير رح يصير بعد مرة ومرتين وثلاثة، زي تدريب العضلة تماما، فأنا أؤمن في أنه المرحلة الجاي رح تنضم شريحة كبيرة من النساء والشباب، عمر الشباب، للتصويت، فبالتالي رح ترتفع نسبة التصويت والإيمان بالعملية الديمقراطية والانتخابية. باعتقادي سيكون هناك تغيير جوهري في السلوك الانتخابي، بحيث سيبحث الناخب عن البرنامج الأفضل، سواء كان ذلك للقائمة المحلية أم القائمة العامة الحزبية. زيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات إلى 18، خفض سن الترشح إلى 25، وجوب الترشح ضمن قوائم حزبية، أول ثلاث منها سيدة وأول خمس مرشحين منهم شباب، حتى حجز مع عدد مقاعد معينة للأحزاب تقريبا 30%، أي بمعنى 41 مقعد. كل هذه التعديلات التي طرأت مؤخرا على قانون الانتخاب ستؤدي إلى تحسين السلوك التصويتي للناخبين، ستزيد من نسبة الاقتراع، ستزيد من مشاركة الشباب والسيدات في الانتخابات النيابية القادمة. كثير ملحوظ بسلوك الناخب، خاصة بعد تغيير قانون الانتخاب والأحزاب الجداد اللي راح يشجعونا على المشاركة في الحياة السياسية من خلال الأطر البرامجية والمؤسسية اللي بتستخدمها الأحزاب، اللي بقى عليها مسؤولية ضخمة في تمكين المرأة وتفعيل دور الشباب ومشاركتهم في الشارع السياسي. إذن استمعنا إلى هذه الآراء، وأعود إلى ضيفي. أعود إليك سيد جميل، السلوك الانتخابي ليس مطلق بقدر ما هو لديه محددات مرتبطة غالبا بالثقافة السياسية أو حتى بالتصويت لاعتبارات الانتماءات والقبلية، وخصوصا في المجتمعات النامية. الآن الأحزاب بناء على القانون الجديد، كيف ستذهب إلى الشباب، كيف ستذهب إلى الأطراف وإقناعهم في المشاركة، وتحديدا إذا أردنا رفع نسبة المشاركة في مراكز المدن؟ نتحدث عن العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، في انتخابات سابقة نسبة المشاركة قليلة بالمقارنة بالأطراف. نعم، هناك جهد كبير وهناك مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية وعلى المرشحين عموما للوصول إلى الناخبين في كافة مناطق تواجدهم وإعادة بناء جسور الثقة واستعادتهم للعملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية أيضا كما قلت أنت تطورية، ليست مشهدا جامدا على الدوام، تنزل تنخفض نوعية التصويت للجمهور تتغير، ونحن مع الأسف يجب أن أقول بأنها تدهورت على مدار الدورات الانتخابية الماضية، وأصبح المال له مكانة رئيسية وأصبح مقبولا من الطرفين، من المرشحين ومن الناخبين،
وهذا أسوأ تطور حصل في العملية الانتخابية، وهو يعني أن الفساد سوف يصبح ممارسة عادية شائعة على كل المستويات. إذا كان مقبولا شراء الأصوات فمقبول غدا ممارسة الفساد بكافة أشكاله في كل مفاصل الدولة. ومشروع التحديث السياسي أراد أن ينقذ البلاد من ذلك. سيبك من كل الحكي اللي بنحكى عن أنه هذا المشروع مرتبط بمشاريع غربية بمش عارف إيش، المشروع يريد إنقاذ الحياة العامة في البلاد، إنقاذ العملية الانتخابية، إنقاذ نمط البرلمانات أو مجالس النواب الموجودة، إنقاذ آلية تشكيل الحكومات، وعلى العموم تحقيق إصلاح سياسي وإداري حقيقي في البلاد. هذا هو الهدف. العملية ليست سهلة، العملية ليست سهلة لأن الفساد وصل إلى العظم. لما بصير شراء الأصوات ممارسة عادية والنائب بنجح بفلوسه، هذا يعني نكون وصلنا إلى ذروة الخراب. الآن نريد أن نعمل عملية معاكسة. هذه العملية مناطة بالجميع، يعني الجمهور عليه مسؤولية، المرشحين، الأحزاب، الدولة بكل مفاصلها عليها مسؤولية، والامتحان القادم هو الانتخابات. إن شاء الله أن نتمكن جميعا من إنقاذ العملية الانتخابية ووضعها على السكة الصحيحة، أن يصبح المواطن يختار على أساس صحيح. بالمناسبة الاختيار العشائري ليس سيئا إلى هذه الدرجة، أفضل ألف مرة من الاختيار المالي، يعني أنه يطلع المواطن نخوة لقرابته عشان ينتخبه أفضل كثيرا من أنه يطلع لأنه واحد أعطاه 20 ولا 30 ولا 40 دينار. نحن نريد استعادة العملية بحيث أنك تطلع تنتخب على أساس مبدئي، على أساس قرابة أو على أساس قناعة ببرنامج سياسي، أو المهم أن تنتخب بنظافة. ويمكن التجسير بين العملية العشائرية والحزبية، يعني أنت إذا كنت مبارح تنتخب على أساس عشائري تنتخب قرابتك على أساس عشائري، قرابتك بكرة بده يكون بحزب سياسي، وبالتالي بصبح عمق العشائري هو دعم لتوجهه السياسي. بصير عملية تسييس للعملية الانتخابية في الأطراف، في الأحياء. والشيء الأخير هو مناطق الكثافة السكانية التي تشهد إقبالا ضعيفا في الانتخابات. بنحكي عن عمان، بنحكي عن الزرقاء، قصبات المدن. أعتقد أنه دخول الأحزاب بقوة على الخط راح يقوي، لأنه في هذه المناطق الروابط العشائرية ضعيفة، وبالتالي العامل العشائري في جذب الناس على الانتخاب غير موجود تقريبا أو ضعيف. الآن ندخل العامل السياسي، وهذا إن شاء الله سيكون مهم في جذب الناس للتصويت في المنطقة. هنا أتوجه بالسؤال لسيد عدنان، هل يعتبر الترشح عن طريق الأحزاب في القوائم المحلية والعامة الفرصة الأخيرة والفرصة الأخيرة للتغيير في سلوك الناخبين في المرحلة القادمة؟ بالتأكيد، يعني إحنا حاليا تعرف نسبة الأحزاب التي ستتواجد بالبرلمان، عملنا نوعا ما من التدرج. يعني الحزب الانتخابات القادمة سيكون هناك على الأقل 30%، على الأقل أنا بقول، لأنه 30% هي التي ستقدم من خلال القائمة الوطنية، والأحزاب تستطيع أن تتقدم أيضا للدوائر المحلية. وبهذه المناسبة يعني الأراء اللي أنا سمعتها، وأنا متأكد أخ عبد الله أنه الأراء اللي تأخذوها عشوائية، يعني سمعت أربع آراء مختلفة ولكن جميعها إيجابية نحو المرحلة القادمة، وهذا يعني آراء شباب يعني اللي سمعناها. بالتأكيد أنه لما بنحكي أنه الديمقراطية تنضج بالممارسة كما قالت الأخت اللي تحدثت بأول وحدة، يعني هذا يعني أيضا النضج اللي وصل لدى شبابنا ولدى مواطنينا، لأنه يعني يتطابق مع ما رأته اللجنة الملكية.
أعتذر منكم، أعلم أن الوقت لا يكفي للحديث في هذا الموضوع، أعتذر منك، انتهى وقت هذه الحلقة، ولكن سنكون مستمرين في الوسط في الحلقات القادمة لمناقشة هذه العملية وتأثير قانون الانتخاب وقانون الأحزاب بالتأكيد معكم ومع كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع. شكرا لك ضيفي عدنان السواعير عضو اللجنة الملكية، وشكرا لك أيضا سيد جميل النمري الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي، شكرا لكما. نهاية هذه الحلقة، ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، في أمان الله.